سوجي فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعدها إن لم تجد ما تأكله. الحسد أصل ثبت في بني آدم منذ نشأ، فأحد بني آدم عليه السلام قال لأخيه لأقتلنك، وأخوه لم يفعل به شيئا، ولكن أنعم الله تعالى عليه بنعمة القبول فحسده أخوه حتى هدده بالقتل، قال لأقتلنك. فالحسد موجود منذ وجد بني آدم إلى أن تقوم الساعة. ومن أشهر قصص الحسد في القرآن قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما حسده إخوانه وألقوه في البئر ليتخلصوا منه. فيها. وبعد محاولات ضانية بين الأطباء والمشايخ قيل لها أن ما بك لن يزول إلا بموت صاحب العين. بالفعل سنوات مضت وتوفيت أم الفتاة ليرتد لها بصرها، وفي نفس الليلة أصابها بصدمة كبرى. يعرف العلماء الحسد على أنه تمني الحاسد زوال النعمة وزوال الخير عن المحسود المستحق لها، وربما سعى الحاسد على زوالها ودفعها عن صاحبها. وقد ورد لفظ الحسد في القرآن الكريم في سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شر حاسد إذا حسد. وورد أيضا في السنة النبوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا. صدق رسول الله. الحسد محرم تحريما قاطعا بسبب شروره والآثار المترتبة عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التفسير الصحيح للحسد هو أن يكره الإنسان ما أنزل الله على غيره من الخير، سواء أتمنى زواله أو لم يتمنى ذلك. هناك واحدة من أشهر الحاسدات في التاريخ التي سمت نفسها بأم مشاري، تقول حاولت طيلة 24 عاما أن أتوقف عن حسد الناس، وكنت بنظرة واحدة أسكت رجالا سرعا ما بين مريض وقتيل، حتى حبسني أولادي في غرفة لا أرى فيها أحدا ولا يراني. عرفت طريق التوبة إلى الله الذي ابتهلت إليه لينجيني مما أنا فيه. جاءت العديد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحذرنا فيها من أن يحسد الرجل أخاه، وقد أمرنا بالتحسن من العين، وأن يحاول كل منا أن يملك نفسه ولا ينظر إلى ما في يد أخيه. وقد جاء دليلا على ذلك في سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره
العين، وقال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. تظهر أعراض الحسد في العديد من الأشكال على الشخص المصاب بالعين، وهي لا تقتصر عليه فقط، فقد يصيب الحسد الجسم أو المال أو الأهل أو الأولاد. يصاب الشخص بفقد الرغبة في كثير من الأشياء المحببة إليه سابقا، ويميل إلى الوحدة والإنعزال والابتعاد عن الأهل والأصدقاء، وعدم الرغبة في الذهاب إلى العمل أو الدراسة، والميل إلى النوم فترات طويلة، والكسل العام المصاحب بمشاعر الحزن والضيق دون أسباب معلومة للشخص أو المحيطين به. وقد يصاب الشخص أيضا ببعض الأمراض، أو يظهر عليه بعض العلل الطبية التي لا تفسير ولا علاج لها، فيواجه الشخص العديد من المشكلات والحوادث المفاجئة، أو يتعرض لخسارة المال أو الأهل. ومن أعراض الحسد في الأهل والبيت والولد كثرة الخلافات والمشكلات المفاجئة غير المبررة بعد الاستقرار، والود بين الزوجين التي قد تصل إلى الانفصال أو فقدان أحدا منهم. كيفية التحسن والوقاية من الحسد والعين. يعد التحسين والوقاية من العين واجب على كل مسلم، وهي من أكثر الأمور التي أوصانا بها الرسول عليه الصلاة والسلام في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. يجب على الشخص أن يعتقد أن الله عز وجل وحده لا شريك له هو الشافي، ولا شفاء عند غيره تبارك وتعالى، ثم يقوم بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي أن يتوضأ الراقي ثم يضم يديه ثم يقرأ بينهما ما يلي: الفاتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، ثم يقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس، ويقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. ثم يدخل فيهما ثم يمسح بهما ما استطاع من الجسد الذي يريد رقيته، ثم يكرر هذا العمل 3 مرات. يجب على المصاب بالعين أو الحسد قراءة أذكار الصباح والمساء والحرص والمداومة عليهما لتحميه طوال اليوم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.